ننظم هذه الدورة التكوينية في شراكة مع شركة أدفانسي إنفست حول موضوع التحكيم في المغرب، والذي يحضره مجموعة من الخبراء والمختصين، وتندرج هذه المبادرة سياقا في إطار التوجه العام للدولة المغربية، وكذلك استجابة للخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الذي يحث فيه على تفعيل التحكيم والوساطة بالمغرب. وأنا أعتقد على أن هذه الدورة التكوينية تأتي في سياق تعمل فيه الدولة المغربية على بلورة مجموعة من القوانين على مستوى الواقع، من ذلك ميثاق الاستثمار والنصوص التنظيمية المرتبطة به. وكما تعلمون على أنه التحكيم يعتبر بوابة من بوابات الاستثمار، نظرا لدوره في خلق جو ملائم ومناخ ملائم للاستثمار سواء في المغرب أو في الدول الأجنبية. وانخراطنا في هذا الإطار في إطار المحكمة الدولية نعتقد على أنه له أهميته من أجل تكوين محكمين في مستوى يستجيب لتطلعات المستثمر المغربي. جينا هنا لتلقينا الدعوة من المحكمة باش نشوفوا فين نوصل المستوى، والفعل كانت يعني كانت الرغبة متوفرة والمجال مفتوح، مما يشجع المستثمرين على إلقاء النظرة شاملة في أراضي المغربية على أوسع النطاق. وبالفعل كانت يعني كنت كل التساؤلات بإجابة واضحة، فهمنا المقصود منها، ونتمنى من الله أن تكون الرسالة وصلت لأغلبية المستثمرين باش يجيو واستثمروا هنا في المغرب إن شاء الله الرحمن الرحيم. أكيد الظرفية ديال هاد الدورة التكوينية هي ظرفية لها وجاهتها بالنسبة للفاعلين في المجال القانوني والاقتصادي كذلك. الهدف منها طبعا هو إخضاع مجموعة من المشاركين للدورة التكوينية مكثفة، من أجل طبعا عندنا جوج ديال الأهداف. الهدف الأول هو هدف تحسيسي بالأهمية ديال التحكيم في مجال المنازعات التجارية وذات الطابع الاقتصادي المغربي. الهدف الثاني هو هدف لأننا نحاول نخدعوا مجموعة ديال الإخوان والأخوات المشاركين اليوم لهذه الدورة التكوينية من أجل صقل يعني المعارف والمدارك ديالهم في مجال ديال التحكيم. طبعا كيمكننا نقولوا باننا غادي ننتهيوا من هذه الدوره التكوينيه وغادي نكونوا هاد الاخوان هادو باش يكونوا محكمين للمستقبل. التحكيم ليس بهذه البساطه، التحكيم هو مهارات، هو مجموعه ديال الميكانيزمات والاليات اللي مأطرة قانونا القانون 95/17 اللي عرف طبعا تحيين من طرف وزاره العدل واصدر فيه قانون مستقل عن قانون المسطره المدنيه. أكيد الهدف ديال المشرع وديال المغرب هو أنه يحاول يدعم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بصفة عامة. كما كتعرفوا جميع على أن القضاء يعني رهقاته الملفات الكبرى فيما يتعلق بالمنازعات التجارية، خاصة في مجال ما يتعلق بالشركات الأجنبية على الخصوص، اللي ولاو كيحاولوا ما أمكن على أنهم ينجحوا المجال ديال التحكيم وكيفضلوا اللجوء ليه للقضاء. إذا عندنا مراكز دولية هنا في المغرب، بقي يعني التعامل مع التحكيم هو تعامل محتشم، ما عندناش مراكز كثيره، ما عندناش محكمين مؤهلين بشكل كبير. اذا هذا هو الهدف ديال المحكمه التحكيم الدوليه اليوم، ولا انها تحاول يعني تعطي واحد الدفعه المجال ديال التحكيم على المستوى الوطني، وان شاء الله ناملوا على ان التحكيم يتطور في بلادنا. والامر لا يتعلق فقط بالتحكيم بل كذلك الوساطه الاتفاقيه، اللي كنظن ان المحكمه التحكيم الدوليه غادي تحاول على انها توليها حتى هي الاهميه في مجال فض المنازعات في المغرب. Thank you.